بكل الود بكل الحب وبكل عفويه وتلقائيه نتواصل وتتواصل جولاتنا. اليوم نجيو للاحواز الجنوبيه ونجيو بالتحديد لبوم هل البساتين، وفي البلاصه اللي تسمى بوم هل البساتين هي منغديكا. تحيه لحسين بن علي اللي قاعد يامن فيها الصور هذيا، وكما قلت احنا جينا لبوم هل وبدينا من هنا باش نوريو الناس اللي لبرا، لانه باش ندخلوا المرشي باش تشوفوه صغير ما نجمش يرفع الناس الكل. بوم هل البساتين اللي مسانس فيها سوق اسبوعيه تنتصب نهار الاربعاء، لكن السوق هذايا كما نعرفوا بسبب هالجائحه وهنا جايينها ما عادش تنتصب، واثرت اكيد اثرت على الاسعار في الاسواق. وهذا قلت انا من قبل، لانه الاسواق الاسبوعيه هي تنجم تكون محرار ولا كاتاليزور نتاع الاسعار. يعني يلزم اليوم نشوفوا حل الاسواق الاسبوعيه باش نخليوها تخدم باش تنجم تتحكم. كما اخونا هذا يقول لي وقت اللي الاسواق الاسبوعيه سكرت معناها هاو هذا من الناس اللي مستانسين يخدموا في السوق الاسبوعيه، هذاك مستانس يخدم في السوق الاسبوعيه. دونك يعرفوا قيمه الاسواق الاسبوعيه والتاثير نتاعها على 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 الاسعار. قبل ما نبدا ديما وانا كنت حكيت على الجائحه، وديما نحب نحكي على الجائحه ونحكي على الاحتياطات اللي لازم ناخذوها، الاحتياطات اللي هي الجال نتاعنا، البافات، الصابون الاخضر، الماء، الغسيل، التباعد هكايا ما بين الاشخاص. للاسف الشديد هذا ماناش قاعدين نطبقوا فيه بالكدا، خاصه التباعد قاعد تشوف في برشا زحمه انا في عديد المواقع وهذا مخطر برشا. دونك حسين احنا باش نبداو بالحوت، ما يسالش خلينا نمشيو هكا ما يسالش باش نكملوا وقتنا. خذك النصب هذيك حسين هيك البصل البلفين نخزر له من هنا. هذوما الناس اللي انتصبوا لبرا على خاطر السوق الداخل ترفع زوز من الناس، مش هكا؟ معبي المرشي يرفع زوز من الناس. صحيت صحيت، ما تقربش لذاك راه خلي مترو ما بينك وبين نسيبي هذاك. اما ماكش لابس بافات راك. السلام عليكم. السلام عليكم يا بابا. هنا انا باش نشوف هنا وباش نشوف اللحوم الحمراء باللي هي يا حسين. هذاك علاش انا جيت من هنا، على خاطر ما نجموش اجا ندخلوا من هنا. نرجع مالها حتى تتحط الاسواب. الله يعينك. لمبوكه قداش سومها؟ 14 و800. ولا حجر تريليا 25 و800. باش يحط هذا يحط قليبيا مش هكا؟ قليبيا كيف؟ هاي برا نشوفوا اللحم ساعة احنا ومن بعد نكملوا في الحوت. هي عجبتك انت هذا التريليا؟ سيس روحك حسين. اي ولا الله يعينكم. خلينا نعملوا طلع على سوم اللحم. نهارك طيب. يعيشك يعيشك. هاكا لهنا ب 30 العلوش. يا حسين ريتني لهيتني ما خليتنيش نعمل ديديكاس لمحمد بوبكري زميلنا في الضيف واللي احنا نهار كامل نقلقوا فيه. يا محمد رانا باش نبعثوا الخدمه، يا محمد رانا كذا. محمد بوبكري اللي هو من بومهل، هنا تحيه كبيره ليك ولكل الزملاء في الضيف وفي النودال في كل المواقع في نسمة الحقيقة. أما اليوم على خاطر احنا في حومة محمد ما ننساوش زاد عفاف مليك، قولوا له أنت تعمل في نسمة عشية، احنا هنا جيناك مع نسمة الصباح. الهبرة ب 29 شنو العلوش غلب الهبرة اللي مات؟ قبل والله ما قبل. شنو السبب معناتها باش العلوش طلع؟ العلف غالي، ستارة تشعير ب 750000 في شبيك. العلف غالي برشا. فلاح اثر برشا. فلاح يا حليل ما فيهاش نقاش، الفلاح متضرر برشا. فلاح ومضرر. اكيد اكيد. اهلا بك. اهلا بك. شو تاخذ لنا هبره ولا علوش؟ شويه هبره. شويه هبره. اكرم لنا الراجل عاد اعطيها، يقول لي هنا ما نوصيش انا. تبارك الله مدلل. ما نوصيش. بومهله مدلل في الحم. مدلل في الحم بومهله. باهي هاي برا نمشيو. والله هي فرصة زادة كيف كيف باش نحيي سي بشير الزعفوري اللي كان وزير التجارة واللي هو لهنا زادة كيف كيف في بومهل. برا نبداو بالغلة ولا ندخلوا نشوفوا الخضرة ديريكت احنا؟ ايجا ندخلوا الخضرة، ايجا ندخلوا الخضرة. هذا يا سيدي مرشي بومهل اللي هو ما هوش
انا باقي ثم ملاحظه يقولوا لي العباد، وقال لي واحد البارح من المهنيين يقول لي راه انت تخرج والبلايك تتبدل. انا ما نتحمل حتى مسؤوليه، هذه طماطم سيريز هذاك سومها، هذاك طماطم طماطم بقداش اليوم؟ 15 ها؟ خلينا نقول لي الطماطم الايامات قاعده ولا تدخل معناها كميات كبيره لسوق الجمله، وهذا اللي يفسر التراجع نتاع السوم نتاعها. نهار لحد مثلا دخلوا 200 ترناطه. هكا البلاكه نتاعها دينار و500، اللوبيا الحمراء ب 4300. الجمعه الجايه باش نلقاوها ارخص. سير زاد. البطاطا ب 14. الجلبانه ما نحكيوش عليها. مازالت غاليه، مازالت فيل. اي مازالت فيل. بيان سير. نشري الخضرة هذه عندك فيها الحق. أكيد 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 حسين، باش نشوفوا الدجاج ونرجعوا للحوت غاديك. صباح خير، أهلا بك يا مدام. لا خلينا نشوفوا سوم الدجاج الله عينك. هذا الاسكالوب 13800، هذا اسكالوب بوليرا، وذاك 13790 اسكالوب دانت. دجاج ب 7000. الاسوان باهيه اليوم. باهي. لنا دجاج ولا اسكالوب؟ باش ناخذ اسكالوب. باش نبيعها عاد اليوم. ما عطينا دباره. مقرون. اغزر اغزر محلاها المراه بافيت والجيل. يعطيك الصحة. لازم 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 لازم. يعطيك الصحة عايشك عايشك. الله يعينك. بلاي كيف 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 يا حسين. اي هاني كنت نحكي عليها نهار لحد دخلت 200 ترنات لسوق الجملة. دونك اي مبروك عليك يا خويا العرس يا خويا. ان شاء الله ربي ينوب اخويا، ان شاء الله بالرفاه والبنون يا خويا. اي يا خويا ربي يهنيك. نوصلوا لك الحوت، ما مازال عندنا وقت يا حسين. انت عندك الوقت، انا ما عنديش الوقت. كما قلنا احنا اليوم الطماطم هبطت هيك، باقي دينار. صباح الخير لالا. دينار وخمسة. هذاك الخيار كيف كيف، يمكن جمعة أخرى يهبط السوم نتاعهم مازال توا. مرحبا بك يا حاجة، أهلا بك مدام. عايشك عايشك لالا عايشك. أخطأنا من الجلبانة، نركزوا على على خضرة توا. السلام عليكم. توا جاي من قليبيا هذا؟ مازلنا نمشي. قداش لمبوكا؟ قداش؟ 14 والوراثة؟ الوراثة 14 و400. 14 و400. هاني نشوف الشفرات غادي. الروزي بقداش؟ خلينا نقلقوك احنا توا الصباح. 14 و8. هذا كله راه حوت قليبيا. هذا نزل لي. شبيني في قليبيا ما نلقاهاش الحوت هذا. والله ايش نقول لك، والله فالي هذه لا راني نفذلك على خاطر كي نمشي للمرشي لقليب يا خير ربي في قليبها موجود. لا موجود. شو هذه ورقة بحري؟ ورقة بحري. قد سومها؟ 89. هذيك اللي تاع بسام طيبة بريك قاروس قد ايه؟ 15800. 15800. وذاك شو اسمه؟ بازوكا. بازوكا جويد هذيك. هذيك بازوكا كيما البوكا كيما المرجان. انا تقول مرجان جيد. اي شبه المرجان برشا من بازوكا. اسمه بازوكا. ريت كل مره احنا نتعلموا حاجه في في الاسواق. دونك احنا هكا باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم. تسوق السردينه بقداش؟ 18 دينار و800. هذه تتاكل بالاريت نتاعها كلها تتاكل. هذيك مشويه تبدا. رد بالك المراه وراك، رد بالك. صحيت حاجك البافيت باهية هذيك. عايشك. عايشك أنت يا حاجة. يا ربي يفضلك. تفرج فيك أنا اليوم. عايشك عايشك إي ديما تفرج ديما تفرج. دوك هكا يا حسين احنا باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم تسوق وتذوق في السوق البلدية لهنا في بومهل البساتين. تحية مرة أخرى محمد أبو بكري. وإحنا نتقابلوا غدوة بإذن الله في موعد متجدد مع التسوق والذوق. وأنا ديما نقول إن شاء الله ربي يجريها على السلاح. إلى اللقاء.